ولاد الحرام كنت غادي نشوف عطاك الفقيره مالك بخلوة. انا ما كيصدقش ليا الحب حيت كنعس بكري، وهذا العجب ديال الحب كيبغي الصغير، كيبغي واحد شويه ديال الكذوب والتحراميات، انا هادشي ما كنعرفش ليه. انا كنحس بواحد المراره، واحد السوء. انا غادي نمشي دابا نسد انستغرام، نشوف الاجراءات الامنيه كيفاش نسد انستغرام وكيفاش نسد الايميل وكيفاش اتبعني الشغل على الاصدقاء. ما عرفت ربي باش من تبقى في جهنم غادي يحطك، واش في الفوق ولا في السفل. على الجمهور المباراه عند فرصه دخل منطقه الجزاء، اشرف حكيمي تسديده والحارس وكانه تحول الى حارس كره اليد. اتي بمعلق اخر ليساعدني. بغيتي معنا شويه زوين. المشكل ديالي شنو هو؟ شكون هما دوك اللي كنعجب؟ العيون، على فكره اكادير، من اول مره ما كنتش حاب كازا. لا والو، مفقود انا من ناحيه كازا والله. انت تتصرف كيف؟ تلعب كيف؟ انا قلت لك صحتك. بونو يقول من فضلكم هذه مساحة خاصة بي، لا داعي للمغامرة. جدتي ما طلعت. أعطيني الورقة أستاذ. ما حاطيكش الورقة هي 100 200 عين. والله ما تدخل، والله إلا تعطيني الورقة والله ما تدخل، أقسم بالله العلي العظيم تعطي ديك الورقة. وحق لي الحق. ما قلتها للحبيب، قلت ليه راه غادي نحصلو، ولكن راه توقعش ما كيتصنتش. قبل لا تنتهي بعشر دقائق شوف هذا حمد الله راشد وين رايح. حد يدور له تاكسي، يدور له حد يجي بياخذه. صباح النور مرشي. صباح الخير. صباح الخير. كي صبحتي بخير؟ كل شيء مزيان الحمد لله. الحمد لله. هاد مول الحانوت مشي تجيب ديك الصخيره وتجي تجري. انا براسي نقول خرج يا بنيتي شويه شوفي تسد ولا مي لا مي خرج. الوقت خايبه مي والزنقه خايبه. قلت لها باش تخرج. لا جات عندها بحال صاحبتك كيما جات عندها بنت شريف، كيما جات عندها خديجه هذه بنتو. جات عندها قالت لها اختي يلاه نخرجوا، قالت لي مول انا قالت لها مول انت وين نخرجوا؟ قالت لها سيري بنيتي. اما داك الشيء ديال الولاد الله يحفظنا حنا تركتنا كلها، شتي دابا العائله ديالنا لا خواتها تي لا خوات، عمر شي وحده طار زعما ماشي دار لك هكا ولا شي حاجه. انا والدي با كرقاتني، الوالد ديالي ها هو يقول لك كنتزوج بيها، ها هو تزوج بيا، راه تزوجني من 14. سولو شامور شافني في الزنقه قال لي تزوج بيا. انا ما شفتهاش، انا بغيت نتزوج بيها. الله ما شفتها، عرفت عند باك عطيني الدريه بنتك هو يقي عليا.
انت ولا انت اللي كتسيبورتي هاد الشان وكتفرج في الفيديو كامل. شكرا لك على الكومونتير واللايك والديزلايك. تهو الى كنتي اول مره تشوف الشان ضرب كليك على السبسكرايب، خلي كلمه زوينه في كومونتير ونغزدك اللايك. الله يعطيك الخير. عندك ملاحظه انتقاد او فكره خليها لي لتحت في كومونتير. هير وي جو. دير بحالك واش ما غاديش تشوف بحالك غير مسخوط ولا هذه بلادنا داش تجس فرحنا غديوها. هاي 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 انت اي حاجه ديها أتاكله صاحبي بقى بالسلامة. مبروك عليك ربع مليون دولار. تيقولوا باللي حياتي را كانت بيدي انا ما عرفتش ليها وانا تنقول باللي مكتابي هو اللي صاقني وهاني عايش فيها. يا خويا الحياة زوينة وحنا الفقراء كامل عرفو ليها شحال من حاجة راها ديالنا دولة خلاتنا غير تمام. صحة ولا مال؟ ها؟ صحة ولا مال؟ لا صحة الحمد لله. الله يديم عليك يا رب. صحة ولا مال؟ مال طبعا. مبروك ربحت معنا 50 دولار. تفضل. نو 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 اللي خلاص تغير رايك؟ لا. صحه ولا مال؟ المال. مال. فاش كتحط لك امك داير التليفون في الستارج داير التليفون في الستارج وكتلعب به. لا الواليده درتو في الستارج وكنت غادي نمشي نكمل قرايتي. وما ديروش اولاد الحرام ما ديروش شحال قرينا الدار باش انت كتحصلها. الو فاطمه الواليده راك حتى هي دايره التليفون في الستارج وكتلعبيه به. ايه ومن بعد الا دايراه في الستارج وحيتاش انا فاش كنكون كنلعب به في الستارج بديت غوت عليا. واش دابا كتغوت عليا؟ لا الواليده حاشا واش نغوت عليك قلت لك وصافي وسير بحالك اولاد الحرام. لا الواليده سمحي لي صافي انا غنمشي. شنو هذا اللي كتحطيني؟ رديت لك الصنداله كترجع لي الصنداله. ويلي يا ويلي يا ويلي ولدي ولد الحرام ولا تيضربني. ويلي ويك ويك يا عباد الله انا ولدي بدا تيضربني. شنو هو شنو هو كوكو لا فامي منين كاش كوكو وجهك ماشي ديال كوكو يا هاد المره يا هاد شرطي الماما يا هاد المره وجهك ماشي ديال كوكو وجهك ديال البوطا خوات ديال هيمتا غنتزوجو ديال هاد الشهر ما جانيش الدم وجهك ماشي ديال كوكو يا هاد المره يا هاد المره. انا ادري انكم ما تقدرون تعيشون بدوني ادري خلاص راح ارجع بس شوي شوي. واحد فيكم بيقدر يجيب قطعة من هالقمر هو اللي راح يتزوجني. ايش كتقول؟ علام ولام اجلنا اجلنا واجل كيفاش؟ السبع هذا؟ شو هذا وجوجي ضحك؟ هو علاش زادو في المغوي 50 ريال ياسين بونو ياسين فيا واعطيني هادشي علاش والله شوف نسولك ديال ويست برومي سيس ديال غلطة سراي ماسينا ديال هال سيتي اشرف حكيمي ديال باريس سان جيرمان. لا والله يرزيني اخويا واش معناتها كيما ما تباسيش لاصحابك ها ما دير لهم اف ما نباسيش تحلوا عينيك براكا لابوليس ديوه ديوه حبس مصنوطيه مصنوطيه ما قلت له والو عمي بماضي ما قلت له والو قلت له انا نعرف نلعب برك يطلقوني مانيش عاب راه العبس ما راحش كابريولي توكواك توكواك اغيتو اقول الجزائريين يباركاو ما يطارشو بالقاع بوسا اعطيني اعطيني بوسا بوسا نعنا من عتك لا بعض ضربتو كرانتاسا ويقول والسباح زهرتو واعرة صاحبي الغول سبحانك يا جاري يعطيها الله واحد الهبه كبيره ما
تقدر شي مناظر بحالي. لا ما لقاش صراحه الله يسهل عليك. صبر وصغر تبارك الله والخفا والخفا وداكشي داكشي لا عند الخفا ديال لابو. نلتقي في نشره مقبله بحول الله. الى اللقاء.